الحرف غميان وتغض الطرف وتحرمني لذيذ النوم وحبك دايما محتار ساعة جنة وساعة في نار اسأل حالي كانت عند خيل عربية أصيلة في يوم من الأيام ضاق بها الزمن وفلس الرجال باع الخيل وباع البيت وباع كل شيء يملكه حتى يقوت نفسه وبيوم من الأيام راح لمعصرة زيد الفرس لما انباعت يا اخوان ظلت من شخص للثاني من واحد للثاني حتى وصلت لصاحب معصر الزيتون كان يشغلها في تدوير حجر الطحن وهذا الشغل خاص بالحميرة وبالكتيشة الله يعزكم مش بالأصايل وشاء الوقت ومر الرجال يشتري زيت من هذا المعصرة وهو بيشتري سمع صهيل الفرس اللي عرفت صوت صاحبها وعرف صوتها أصر إنه يدخل ويشوف الفرس فلما دخل وشاف الفرس لقى حالتها حالة وهي بتدير في طحونة حجر الزيت وراها شخص يضرب فيها والفرس ما تعودت على عصاه راح يقول عمرا سامعا يطول يقول وعيونه تدمع كذبت عيني وعيني دمعها سكر كذبت عيني وعيني دمعها سكر يا حيف بنت الحسب ترخص نواصيها ذيول الضوامر ذيول الضوامر تراها خلفها تنساب يا وقعت الشوف صار النذر راعيها كذبت عيني وعيني دمعها سكاب كذبت عيني وعيني دمعها سكاب يا حيف بنت الحسب ترخص نواصيها خيول الضوامر تراها خيول الضوامر تراها خلفها تنساب يا حيف خيول الضوامر تراها خلفها تنساب يا وقعت الشوم صار النذر راعيها يا مهيرتي كف الملامة يا مهيرتي كف الملامة مثلك أنا اليوم منصاب يا مهيرتي كف الملامة مثلك أنا منصاب لا الدار داري ولا ديري تهلي فيها يا مهيرتي كف الملامة مثلك أنا منصاب لا الدار داري ولا ديري تهلي فيها الغربة مضيع النسب والمستكي من عام ورايح حد الغربة مضيع النسب والمستكي من عام والحظ يا ما حمير بالعز كاسي سلامتكم هذا شخص كانت عنده خيل عربية أصيلة في يوم من الأيام ضاق بها الزمن وفلس الرجال باع الخيل وباع البيت وباع كل شيء يملكه حتى يقوت نفسه وبيوم من الأيام راح لمعصرة زيد